السلام عليكم، جاي لك في حلقة اليوم بإحصائيات وأخبار هامة عن كرة القدم المصرية والعربية وأحداث وتفاصيل خاصة بالسوبر ليج الأفريقي ودوري أبطال أوروبا وما حدث في إحصائيات وأخبار هامة. ولكن عايزك تنتظرني يا صديقي لآخر حلقة عشان معانا أخبار كتير هتفيدك وتهمك. وليتس جو، وهيا بينا ونبتدي على بركة الله. وقبل ما نقوم نصلي على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم، امس في السوبر ليج الافريقي تعادل الاهلي المصري مع سيمبا التنزاني بهدف لكل منهما. تقدم سيمبا بهدف ثم عاد الاهلي بالتعادل عن طريق محمود كهربا، وبهذه النتيجه يتصدر الاهلي لمقابله سان داونز الذي تعادل امس مع بيترو اتلتيكو بعد مباراه انتهت خارج الديار بهدفين لكل منهما. وايضا تعادل الاهلي مع سيمبا التنزاني في تنزانيا في ملعب كامبا بهدفين لكل منهما، وبهذه النتائج سيقابل الاهلي المصري مع سان داونز الجنوب افريقي، ستكون مواجهه قويه. كله يتحدث عن هذه اللقاء، كله يرتب اوراقه ويجهز اوراقه عن هذه المباراة، مباراة هامة بين فريقين كبار الأهلي المصري وسان داونز عن جنوب أفريقيا، ولهم لقاءات وإحصائيات كبيرة سنتحدث عن كل شيء. وقلعة وكيان درويش مصر ودرويش العرب، ولكن سنتحدث عن درويش، ولكن معانا إحصائية عن الليجا أو أوروبيا ليج ودوري أبطال أوروبا والبطولة أكبر وعمالقة الكرة الأوروبية والعالمية. و كل ما نتحدث عنه هو الآن هو دوري أبطال أوروبا، وأكبر تاني بطولة أوروبية وأكبر تاني بطولة عالمية. طبعا امبارح كان فوز للكبار وكبار أوروبا، وفاز أمس بايرن ميونخ على جلطة سراي بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وإنتر ميلان فاز على ريد بول بهدفين مقابل هدف، ومانشستر يونايتد يعود على كوبنهاجن ويفوز بهدف لا شيء، وفاز ريال مدريد على سبورتنج براغا بهدفين مقابل هدف واحد، وارسنال فاز على اشبيليا بهدف مقابل لا شيء. طبعا دي احصائيات مباراه امس في دوري ابطال اوروبا، البطوله الاقوى والاكبر عالميا. نخش في اخبارنا واحصائياتنا سريعا. واجتماع مجلس اداره الاسماعيلي، وهنعود ونتكلم عن مباراة اليوم في دوري أبطال أوروبا، ولكن معانا أخبار سريعة عن الدوري المصري والإيجيبشن ليج والإسماعيلي واجتماع مجلس إدارة الإسماعيلي لبحث آلية العمل وحل بعض مشاكل النادي الإسماعيلي من فتح قيد ومن سيولة للعيب الفريق لسداد بعض الأموال الخاصة بلعيب الفريق الأول. عودة نظام اليوم الكامل، الكابتن إيهاب جلال يبحث عن فوز أمام الداخلية، مباراة قوية يوم الاثنين القادم، ويبحث عن إيهاب جلال بقوة، مباراة قوية، إيهاب جلال عايز 3 بونت. الداخلية طالع من هزيمة قوية بأربع أهداف قدام فريق قوي، طبعا كله اتفرج، الداخلية فريق قوي، الإسماعيلي فريق قوي، الإسماعيلي راجع، وطبعا الإسماعيلي لعب من يومين مباراة ودية مع راس البر وتعادل لهدف لكل منهما، ولكن كل اللي لعب في هذا اللقاء وهو الفريق المستبعد وهما الفريق اللي ما بيلعبش باستمرار البدلة والناس المستبعدة. وأعرض هدف الإسماعيلي صالح جمعة، طبعا صالح جمعة يتألق، صالح جمعة والمفاجأة سيعود مباراة الداخلية، جاهزية صالح جمعة، صالح جمعة جاهز لمباراة الداخلية، وطبعا احرز مباراه هدف الوحيد في مباراه راس البر، هدف التعادل اللي كان للاسماعيلي. طبعا انضمام ثلاثي الاسماعيلي الى معسكر منتخب الشباب، وهم حارس المرمى محمد فتحي وعبد الله حسن وبشار اشرف. طبعا نتمنى للاعيبه الاسماعيلي الافضل، نتمنى للكره المصريه الافضل. طبعا سريعا كده، ومشكله في الاهلي بين امام عاشور وكولر، طبعا كولر كان مستبعد امام عاشور لعدم جاهزية امام عاشور لمباراة سيمبا التنزاني، ولكن غضب امام عاشور يعمل مشكلة في النادي الاهلي، لانه غضب بيقولك انا جاهز وانا تمام وانا زي الفل، ولكن كولر
قال لك مش جاهز، تمام، مستبعده وعامل له عمليه تدوير، تمام. دلوقتي كولر يدرس مباراه سان داونز، طبعا جاهزيه كله بيجهز لمباراه سان داونز، عنده مباراه قويه بيجهز، والاهلي عنده مباراه قويه. طبعا سان داونز كان بيلعب مباراه بترو اتلتيكو وهو ناقص العدد، بيلعب ب 10 لعيبه من الدقيقه الثانيه، هو مدافع نادي سيمبا التنزاني عرقل لاعب بترو اتلتيكو وتعرض لطرد مباشر. طبعا مهاجم هجوم على مهاجم الاهلي الاسوأ في البدايات. طبعا موديستا علامة استفهام، موديستا لاعب لا يليق بهجوم الاهلي، لاعب ضعيف امكانيا، لاعب ضعيف هجوميا، لاعب ما عندوش الباور، ما عندوش اللي يخلص. فموديستا سيكون خارج حسابات الاهلي الفترة القادمة طول ما هو بهذا السوء، تمام. طبعا يستعد نادي الزمالك اليوم تدريب على فترتين استعدادا لمباراه انبي القادمه يوم الجمعه. طبعا الاهلي جاي من نتيجه كبيره على سموحه، وطبعا نادي انبي برضو حابب يعمل ومكافئات وتحفيزيه للاعبي انبي في حاله الفوز على الزمالك. طبعا خمس الغام في الخطوات الاولى لمجلس اداره الزمالك. تعالى بس عشان نمشي معاهم خطوه خطوه. طبعا حل ازمه القيد، في مشكله في ازمه القيد وفتح القيد لنادي الزمالك بسبب مشكله سبورتنج لشبونه، واكثر من لاعب رافعين على نادي، منهم اكثر من لاعب رافعين عشان بونجو وكذا لاعب رافعين على الزمالك قضايا في الفيبا. وطبعا اكثر الاسماعيلي والزمالك وانبي الثلاث انديه عندهم مشكله في القيد، تمام. بالنسبه لنادي الزمالك عنده مشكله، اول مشكله بالنسبه هتواجه مجلس الاداره او هم عارفين بيها بالتاكيد حل ازمه القيد. المشكله الثانيه تجديد بعض لاعبي الفريق مثل فتوح وصبحي، تمام. المشكله الثالثه ازمه المستحقات، اللعيبه ليها مستحقات وليها فلوس ومكافئات فوز ولوائح والكلام ده، دي ثالث مشكله. رابع مشكله الحجز على ارصده النادي، طبعا في فلوس في البنوك لصالح نادي الزمالك ولكن لصالح ممدوح عباس، ولكن في حجز على ارصده نادي الزمالك ودي عامله مشكله طبعا مضروبه جامده في لو ان الفلوس ده لو جت هتخلص الدنيا. المشكله الثالثه الخامسه والاخيره وهي غرامه محمود كهربا. طبعا حسين لبيب قال لك لن نقبل ان احنا نقسط مبلغ كهرباء، طبعا كهرباء في حاله الدفع وخلاص. تواصل حسن لبيب بالمحامي الدولي الخاص بنادي الزمالك للتواصل مع الفيفا ان هو حتى الان لن يحصل نادي الزمالك على مستحقات 2 مليون و365 الف دولار لصالح نادي الزمالك اللي هو فلوسه من محمود كهرباء. وطبعا في حالة عدم الدفع او التخلف عن الدفع لمحمود كهربا الايقاف 6 اشهر عن اي لعبة رياضية او اي نشاط رياضي يخص الفيفا، تمام. ده بالنسبة سريعا عشان مباراة اليوم، عشان رجعنا للبطولة الاقوى والاكبر عالميا وهي دوري ابطال اوروبا. النهاردة في لقاءات هامة جدا، ولكن انا جايب لك يا صديقي الاقوى وال الاهم، لان في مباراه في نفس التوقيت فانت هتحتار تتفرج عليه، فانا هجيب لك المهم عشان المهم هتعمل كده هتجيبه، تمام. سريعا كده لقاءات اليوم في البطوله الاكبر واكبر تاني بطوله عالميه وهي دوري ابطال اوروبا. برشلونه وشختر سيتقابل في الثامنه الى الربع، وفي العاشره سلتك وبترو اتلتيكو، وانت اختار اللي انت عايزه بقى في العاشره، هجيب لك 4 لقاءات وانت تختار اللي انت عايزه يا صديقي. سلتك ومترو واتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي ويونج بيارن ونيوكاسل يونايتد وبروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان واسي ميلان، وبتهيألي هو ما فيش غير باريس سان جيرمان واسي ميلان وهي الاقوى بالفعل في هذا اليوم. اتمنى من كل حبايب الحريف في كل مكان لو الحلقه عجبتك لا تبخل على حبايبك الحريف، نوصل باذن المولى عز وجل بالحلقه دي
5000 لايك، دعم الاخ وحبيبك الحريف الا زي سعد السعد كله. ما تشتركش بالقناه، انزل اشترك بعد زر الجرس عشان يوصلوا كل حلقاتي. اشكر لكم سعيد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.